إذ دشنت جمعية خيرية حملة لتلبية حاجة الفقراء للملابس دون أن يتعرضوا للإحراج باستخدام طريقة مستقاة من تقليد عثماني كان يضمن حصول الفقراء على الطعام دون إحراج. وأطلقت الجمعية على مشروعها اسم جدار الملابس، وخصصت له جدار أحد المحال التجارية في المدينة، إذ يقوم المواطنون بتعليق الملابس الزائدة على حاجتهم على الجدار، ويأخذ المحتاجون ما يلزمهم من تلك الملابس دون إحراج ودون أن يلتقي مع المتبرع. ووضعت الجمعية لمشروعها شعار لا تترك ملابسك الفائضة في الخزانة وأسعد بها الفقراء.